جانس يدعو نتنياهو للتنحي جانبا لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود، وساعر يؤكد ضرورة إجراء انتخابات داخلية في الحزب. على وقع سقوط القتلى والجرحى في العراق، نائب الرئيس الأمريكي زار قاعدة عين الأسد العسكرية وتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي. معارك عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية شمال سوريا وسط سقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة بتل أبيض. موجز الأخبار مشاهدي الكرام، تحية طيبة. دعا رئيس تحالف كحولافان بيني جانس أقطاب حزب الليكود للتخلي عن رئيس الحزب بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف جانس في كلمة عقب فيها على تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بأن رئيس الوزراء يقود إسرائيل إلى حرب أهلية ونشر للكراهية. قادة الليكود، أدعو إلى شراكة معكم. نحن نتشارك القيم الصهيونية والوحدة والأمن والاقتصاد القوي. سأعمل كرئيس للوزراء في أول عامين. إذا تم تبرئة نتنياهو فيمكنه العودة لتولي منصب رئيس الوزراء. اليمين في الأسابيع الأخيرة لم يترك مجالا للشك. نتنياهو يهدد بحرب أهلية بدعوته للتحريض. هجم القيادي في حزب الليكود جيدعون ساعر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منتقدا تهجمه على جهاز القضاء والشرطة في إسرائيل، ودعا ساعر إلى إجراء انتخابات تمهيدية في الليكود للسماح بالتنافس على رئاسة الحزب من قبل باقي قياداته. وحذر النائب الليكودي من مغبة خسارة اليمين لمكانته في إسرائيل إذا ما استمر نتنياهو في منصبه على رأس هرمه حزب الليكود. حول ذلك انضم إلينا من مدينة تل أبيب مراسلنا بليغ صلاحدين. بليغ، مرحبا بك. ما هي أبرز ردود الفعل على كل ما قاله غانتس وعلى كل ما صرح به ساعر وأيضا ما يجري من تظاهرات رافضة لاستمرار نتنياهو في منصبه؟ نعم، بداية نبدأ من التظاهرات. يعني قبل دقائق انتهت هنا المظاهرة التي كانت وعقدت من قبل عضوة الكنيسة ستاف شابير. هي تحدثت في البداية، وأيضا تلاها كان عيسو فريج عضو الكنيسة السابق العربي في قائمة ميرتس اليسارية، وأيضا المحامي جونين بن يتسحاك. إذا هؤلاء كلهم يعني نادوا، وأيضا المتظاهرون نادوا بأن يذهب بيبي نتنياهو يعني رئيس الوزراء إلى البيت بعد كل لوائح الاتهام التي قدمت ضده. طبعا كان هناك حديث يعني عن كل قضية لوائح الاتهام التي وجهت إليه، يعني ويقولون أن نتنياهو نفسه يعني في السابق قال أن أي رئيس وزراء الذي يعني تحوم فوق رأسه قضايا كهذه من الممكن أن يتخذ قرارات معينة بشأنها أن تكون يعني لصالحه شخصيا وليس لصالح الدولة نفسها. أما بما يتعلق بآخر الأنباء حول يعني ما قاله أيضا جيدعون ساعر وأيضا بيني جانس، يعني وكأن بيني جانس يقول بنيامين نتنياهو من خلال خطابه أن أنا أقبل في أن تكون هناك حكومة يعني واسعة قدر الإمكان، وهنا يعني وكأنه يرمز لكل قضية أنه يقبل بالبلوك اليمين مع الحريديم وكل الرزمة التي يأتي بها نتنياهو، ويقول له نحن نريد أن نشكل حكومة وحدة واسعة سويا. ويعني هنا يضع نتنياهو في مأزق يعني بين أن يقرر هل يستمر كل الحكم للليكود أو أنه يعني يريدون الليكود أن يبقوا مع نتنياهو. في نهاية الأمر لن تذهب إسرائيل، في نهاية الأمر إسرائيل ستذهب انتخابات ثالثة، أو ممكن أن تخسر أو يخسر الليكود السلطة وسلطة الحكم. شكرا جزيلا لك مراسلنا بليغ صلاحدين من مدينة تل أبيب، نقلت الصورة من هناك. إلى شأن آخر، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن القرار الأمريكي الأخير القاضي بشرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي. وتابع هنية خلال تصريحات على هامش حفل وضع حجر أساسا لمجمع رفح الطبي إن الشعب لا يستسلم لهذه السياسات الأمريكية. أنا بحيي كل الدول وكل الهيئات وكل الأصوات اللي أعلنت بشكل صريح رفضها لقرار وزير الخارجية الأمريكي، وآخرهم حوالي 135 عضو في الكونغرس الأمريكي اللي وقعوا على عريضة تطالب وزير الخارجية بومبيو بأنه يسحب قراره. وهذا دليل على أن الإدارة الأمريكية هي معزولة بهذه القرارات ولن تستطيع أن تنجز أو أن تحدث أي تغيير على طبيعة الجغرافيا والتاريخ الفلسطيني. وقع 107 أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي حتى مساء الجمعة عريضة طالبوا خلالها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قرار شرعنة المستوطنات الإسرائيلية
في الضفة الغربية. والعريضة قادها العضو الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان أندي ليفن ونشرها على موقعه الإلكتروني. وتأتي العريضة بعد 4 أيام من إعلان بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي. دعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الاهتمام بمشاكلها الداخلية والتوقف عن محاولة إنقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ورأت الصحيفة أن إعلان وزير الخارجية بومبيو اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية يمثل محاولة يائسة لإنقاذ صديق ترامب وهو نتنياهو. إلى شأن عربي، قتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في بغداد وأصيب العشرات بجروح في مناطق عراقية مختلفة في الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بإسقاط النظام. وأشارت المصادر إلى مقتل متظاهر برصاص مطاطي على جسر الأحرار وهو أحد 3 جسور في العاصمة العراقية. وأوضحت المصادر أن 17 شخصا آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح في العاصمة، بينما أصيب 45 شخصا هم 32 متظاهرا و13 عنصرا من قوات الأمن. احنا مظاهراتنا سلمية وما عدنا شيء، طالعين ناخذ حقوقنا، نازلين ناخذ حقنا، صار لنا 16 سنة على هذا الوضع، من 2003 لحد هذا اليوم، لا شفنا تعيينات، لا شفنا شيء، لا شفنا رواتب، لا شفنا أمن، نريد استقرار، نريد أمن، نريد وضع يرجع وضعنا الطبيعي مثل ما كان. من يوم 25 إلى حد يوم اللي لقيناه مقتول. مقتول بسبب التظاهر. لأن إحنا قبل يومين فقدناه ما رجع للبيت، كل مرة يرجع هو بالليل للبيت، يعني بالعشرة بـ11 بـ12 ينسحب من التظاهرة، ثاني يوم يطلع يشتغل على باب الله إن حالته تعبانة، هو عند سائق تاكسي. فبعد اتجهنا به للمستشفى، لقينا آثار تعذيب وقتله داخل السيارة وضربة والسكاكين بجسمه، ظهره وبجسمه وتعذيب. في سياق متصل، التقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس رئيس إقليم كردستان العراق في أربيل بعد زيارته إلى قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غرب العراق. وأكد بنس على التزام الولايات المتحدة بسيادة العراق، معربا عن قلقه من النفوذ الإيراني، وذلك تزامنا مع الاحتجاجات التي خرجت في مدن عراقية. حدثت مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مكالمة هاتفية عن الاضطرابات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة هنا في العراق. أكد لي أنهم كانوا يعملون لتجنب العنف أو نوع من القمع الذي لا نرى ولا نرغب في حدوثه، وتعهد لي بأنهم سيعملون على حماية واحترام المتظاهرين السلميين كجزء من العملية الديمقراطية هنا في العراق. قال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية إن هناك 500 جندي أمريكي في شرق سوريا، مضيفا أنه يتوقع تصاعد العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الأسابيع القادمة. أدلى ماكنزي بتصريحاته على هامش مؤتمر المنامة للحوار في البحرين. أعربت وزيرة الجيوش الفرنسية عن قلقها من تبعات ما اعتبرته تراجعا تدريجيا ومتعمدا للدور الأمريكي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن تجنب الرد على اعتداءات في الخليج اتهمت إيران بالوقوف خلفها ولد أحداثا خطيرة. وقالت في مؤتمر في المنامة إنها رأت عدم انخراط أمريكي تدريجي ومتعمد. قال إسحاق جاهنجيري النائب الأول للرئيس الإيراني إن إيران سترد بحزم على أي دولة يثبت تورطها في التدخل بشؤونها لافتعال أعمال شغب. هذا وحذر بعض دول المنطقة من أنها ستواجه تبعات جسيمة إذا ثبت ضلوعها في الاضطرابات ببلاده. يجب أن تعرف بعض دول المنطقة أنه إذا تم العثور على دليل وتدخلوا في الشؤون الداخلية لإيران لإثارة الاضطرابات فلن يروا يوما آخر دون مشكلة في هذه المنطقة. إيران ليست دولة يمكنك أن تلعب بها مثل هذه الألعاب. إذا تبين أن آخرين تدخلوا في الشؤون الداخلية لإيران فإنهم سيحصلون بالتأكيد على إجابة سيئة. تخوض قوات سوريا الديمقراطية معارك عنيفة منعا لتقدم القوات التركية في بلدة عين عيسى شمال سوريا. ودانت الإدارة الذاتية الكردية في بيان ما وصفته بالعدوان بمختلف أنواع الأسلحة. بهذا مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الإخبارية، نشكر لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء.